لو اتكلمنا عن بقى بيراميدز، شايف تأثير توقف الدوري ازاي على بيراميدز، خاصة ان خلاص انتوا تأهلتوا لنصف نهائي الكونفدرالية وكان على بعد خطوتين من وصول المباراة النهائية، شايف ده هيأثر ازاي؟ يعني اللي هيحصل اللي هيمشي على الناس هيمشي علينا يعني، والعالم كله وقف نشاط ومصر وقفت نشاط، وقرار ده بيبقى قرار حكومي، وعشان الموضوع ده أول مرة نتعرض للفيروس ده، فاللي هيمشي علينا هيمشي على الناس. طبعا كنا بدأنا ندخل في أجواء الدوري، بدأت ناخد خطوات كويسة إن احنا نروح للمركز الثاني في البطولة الأفريقية، صعدنا قبل النهائي كنا بنستعد وخلاص بندرس الفريق اللي هنلعبه في قبل النهائي، فجات الظروف دي وقفت النشاط واحنا ماشيين. انا شايف كنتائج، كنا عاملين فتره كويسه كنتائج، لكن الموضوع على الناس كلها يعني، على الناس كلها، وفي حاجه تانية اولويه دلوقتي يعني، لان في مخاطره بارواح الناس لو لعبنا كوره في الوقت اللي هو النشاط توقف فيه، فتقبلنا الموضوع زينا زي اي حد يعني. طب لو سالتك بعيدا بقى عن وجودك في نادي بيراميدز، سؤال شخصي، هل انت من مؤيدين ولا معارضين رجوع الدوري؟ يعني يعني زي ما انت قلتي، لو هتكلم في الموضوع ده هتكلم بشكل شخصي، لان كلامنا فيه مسؤولين في النادي هم اللي يقدروا يتكلموا باسم نادي بيراميدز طبعا، وبحترمهم. بشكل شخصي دايما لعيب الكوره والناس اللي شغاله في المجال احلى حاجه ليها انها تلعب وتشتغل، لان الموضوع بقى صناعه وفيها فلوس كتير، وفي ناس كتير بتكسب وفاتحه بيوتها من الموضوع ده طبعا. لكن لما يكون في وضع صعب بناخد وقت شويه ونفكر نشوف ايه الاصلح، ايه الاولويه، ايه في الصالح العام. فانا دايما رامي الموضوع في ملعب الحكومه وملعب اللجنه الخماسيه اللي هم شايفينه صح وهياخدوا قرار بيه، احنا وراه، انا وراه، عشان ما بتكلمش بصفتي في نادي بيراميدز طبعا، لان اليوم ما النشاط توقف الحكومه اللي خدت قرار بدا كان في خطوره على الناس وكان لازم تاخد قرار، اللجنه الخماسيه برضو خدت قرار بان النشاط يتوقف. اول ما يحسوا ان الدنيا لازم ترجع تاني وفي امان شويه هيرجعوها واحنا مستعدين.